الخبيزات ديال العيد اللي غادي يبقاو لكم حتى لاربع ايام كيبقاو رطبين رطبين وخفاف وبنان بزاف صراحه. ممكن تحضروهم ديروهم مع الشواء، ممكن تحضروهم في المناسبات، كيجيو بنان بزاف. مكوناتهم بسيطه، طريقه سهله ومبسطه. مكرهتش البنات كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم، الراي ديالكم في الوصفات اللي كنحضر لكم، كذلك الاقتراحات ديالكم في الوصفات اللي تبغوني نحضر لكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات ديال هاد الخبيزات هادو اللي غادي نحتاج فيهم. عندي هنا 500 غرام ديال الفينو، تقريبا 5 الكيسان العبار بكاس العنبه، وعندي هنا 250 غرام ديال الفورس، يعني نصف الكميه. مثلا درنا جوج زليف ديال الفينو كنديروا زلافه ديال الفورس، انا درت 500 غرام فينو و 250 غرام ديال الضعيع الفورس، تقريبا جوج كيسان ونص. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، جوج معالق كبار ديال الحليب بودره، معلقه كبيره ديال الزبده، كيس ديال خميره الحلويات فيه 8 غرام. وبطبيعه الحال غادي نحتاج الماء دافي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. بالنسبه لهذه العجينه هذه غادي ندير كل شيء في مره واحده وغادي ندلكها، المهم هو انكم تدلكوها مزيان. غادي ناخذ هكا الضعيع، ها هو، غادي نضيف ليه الخميره، السكر، الملحه، حليب بودره، خماره، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وصافي غادي نعجن بالماء دافي. العجينه ديالنا ما خصناش نخليوها قاصحه، يعني خصها تكون مرخوفه واحد شويه. بالنسبه ليا انا غادي ندلكها في العجانه بما انها متوفره عندي. الا ما عندكمش ديروا فقط دلكوها بايديكم، اولا خلطوها مزيان حتى يبان لكم جميع المكونات خلطوا مع بعضياتهم، ومن بعد ديروها في واحد البلاستيكه وخليوها واحد الساعه اولا نص ساعه، المهم خليوها ترتاح مزيان، وديك الساعه تلقاوها بحال مدلوقه. صافي دابا انا ندير الدجاج. صافي العجينه ديالي من بعد ما دلكتها نتوما شوفوا كيفاش تكون، كتكون مرخوفه. دابا غادي نحيدها هكا من العجانه ونغطيها، نخليها تخمر ويضاعف الحجم ديالها، عاد نرجع لها ان شاء الله. صافي العجينه ديالي هنا راه خمرات، ضاعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا. نحاول نجمعها، نرش شويه ديال الفينو، هنا غادي نحاول نقطع العجينه ديالي. انا غادي نعبرهم، ممكن ديروهم كبار، ممكن ديروهم صغار، ممكن ديروا عينكم ميزانكم، المهم انا غادي نعبرهم باش يجوني كاملين في نفس الحجم. غادي ندير في كل وحده 100 غرام، كيف قلت لكم كل وحده غادي ندير فيها 100 غرام. غادي نرش شويه ديال الفينو هكا، كنحاول ما ندخلش الضعيع في الوسط ديال العجينه، وكنجمع صافي. دابا هذه عبرتها 100 غرام، كنرش شويه ديال الضعيع ما كنكثرش، وفاش كنبغي نجمع الجناب كنحاول ما ندخلش هذاك الضعيع في الوسط. صافي كنجمع الجناب كامل الوسط، كنضغط عليهم بهذه الطريقه، نرش شويه ديال الفينو، كندير ليها هكا باش تعاد ليا تجيني مدوره مزيان. هاد العجينه راه كتكون كتلصق في الايدين، داكشي علاش كن
مره مره رش شويه ديال الدقيق. كنجمع الوسط صافي، وغادي نستمر بنفس العمليه، نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. صافي، من بعد ما كملت العجينه كامله غطيتها غير واحد 5 دقائق ترتاح، ودابا غادي نبدا نشكل فيها. غادي ناخذ الكره الاولى، نرش شويه ديال الفينو، وغادي نقرصها غير شي شويه ماشي بزاف. صافي، وغادي نحطها في لاطه، يا اما كترشوا فيها شويه ديال الفينو يا اما ديروا وراء الزبده. ها نتوما ما قرصتش بزاف. نعود واحده اخرى، كنبدا دائما بهذوك اللي درت في الاول. ممكن ديروها بايديكم اولا بالمدلك بحال هكا واحد شويه، حدا حيت مرتاحين دغيا غير بايديكم راه دغيا كيتقرصوا. صافي البنات، دابا هنا من بعد ما كملت الخبيزات ديالي قرصتهم كاملين، درتهم هكا فوق لاطا فيها ورق الزبده، ممكن ترشوا غير الفينو. غادي نغطيهم ونخليهم حتى كيخمروا ويضاعف الحجم ديالهم، وديك الساعه نرجع معكم ان شاء الله باش نقول لكم طريقه الطياب ديالهم. صافي البنات، من بعد ما خمر الخبز هانتوما تشوفوا كديروا بحال هكا كيرجع معكم، شفتوا هانتوما واخا كتضغطوا كيرجع. دابا درت الفراني يسخن مزيان مزيان، درجه الحراره 220، غادي نشعل ليها من الفوق ومن التحت. بالنسبه ليا انا عندي فران ديال الضو، عندكم ديال الغاز شعلوا غير من التحت حتى تبان لكم بدات تطيب، وشعلوا ليها من الفوق باش يتحمر لها الوجه ديالها. وصافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نخليكم حتى نوريكم الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا. صافي البنات، هادو هما الخبيزات اللي الكميه اللي خرجت لي، العجين اللي عطيتكم خرجت لي 13 وحده وحده صغيره. شوفوا كيفاش كيجيو رطبين، هانتوما صافي هانتوما مرة انا درتهم في ثلاثه ديال لاطاس. دابا فاش بردوا جمعتهم، هانتوما شوف ها كيجيو زوينين البنات، هكا يصلحوا في العيد. ديروا ضعفوا الكميه خرج لكم كميه كثيره. وصافي غادي نخليكم دابا غادي نقطع لكم وحده باش تشوفوها كيف جات من الداخل، وغادي نسد معكم الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده باذن الله.